السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غادي نخدموا واحد الدرس ديال القفطان ايفازي ماشي كلوش. ايفازي حيت كاين الفرق بين ايفازي وبين كلوش. انا كنهضر على حسب المبتدئين. الكلوش هي ديك اللي كنقطعوا الصايب وحده والصدر بوحدو كتجي الصايه كلوش. الايفازي هو اللي غنخدموا اليوم. ها هما العبار ديال السيده. ما هادو انا كندير فيه غير جوج ونص. السيده جابت لي 3 متر. انا غنطبق لكم دابا فيه. بسم الله توكلنا على الله. هذا ثوب مبره نتوما دائما مبره. راه كي درتها لكم في واحد الدرس ديال الفصاله دائما مبره. هاد الشعاع كيمشيو لتحت بحال هكا معناها العنق والكتاف د المراه غيجيو هنا. هاد الشعيرات كيجيو هابطين لتحت. بسم الله كنديروا الحاشيه على الحاشيه ودائما ها نتوما الحاشيه جامعه هاد البلاصه مكمشاها. الا حيدتي الحاشيه كيتطلق الثوب ما كتجيش من القدام مجموعه. ها نتوما حيدي هاد الحاشيه. شوف دابا الثوب تطلق ما بقاش مجموع. نبداو بسم الله. غناخد الطول ديال السيده. الطول ديال السيده عندها متر 55. هذه غندير لها السفيفه من التحت. اذا ما غنديرش ليها 10 سنتيم دلوغلي. السفيفه من التحت غادي نخلي سنتيم من الفوق وسنتيم من التحت. هي متر 58. ها متر 50 غنزيد 8 سنتيم. ها هي 8 سنتيم حيت المراه عندها متر 55 ماشي لوغلي. نكمل التحياده ديال هاد الحاشيه هكا وغنبدا الكتاف ديال المراه. المراه عندها 44 في الكتاف. ها هي العبار ديالها. حطوا حدايا عندها الكتاف 44 غنقسمهم على جوج جاونا 22. غنزيدوا سنتيم الخياطه هي 23. كنحيدوا ديك الحاشيه اللي غطوا فيها السفيفه وغيجيو فيها العقاد كنخليوها خارجه واحد سنتيم وكنعبروا ديك 23. ها فين جاتني. انا دائما كنعاود لكم الدرس من الاول. جاتني هنا من هنا لهنا كنهبطوا بثلاثة أربعة. انا غنهبط دابا غير 3 سنتيم. هنا نحيد ديما داك السنتيم الخياطه كنحسب 7 سنتيم على المراه اللي رقيقه 8 سنتيم المراه الغليظه. هاد المراه سمينه غندير ليها 8 سنتيم. غنجيب ديك 8 سنتيم لهاد البلاصه هذه على الكتاف. دابا من هنا لهنا كنهبط بجوج سنتيم كندورها لديك 7 سنتيم اللي خديت باش كيولي هذه دائره العنق. هنا الكتاف انا وصلت لها البليصه. كنقول لكم دائما داكشي باش كندخل من هنا داكشي باش كنهبط. دخلت ب 23 غنهبط ب 23 باش نلقى الصدر ديال المراه. ها الصدر ديال المراه عندها 37 وسنتيم الخياطه هو 38. دابا غنولي هنا هو التركيز ديالي. كنجي عندكم كنقول لكم هاد البلاصه هادي كنقسموها على جوج. ها هي هنا كندخلو عند الكورساج ماشي تنخرجوا برا. كندخلو هنا كندخلو بواحد السنتيم. هاد السنتيم كنديه للكتاف وهذا كندورو هنا البلاصه ديال الصدر. عاد غنعبر المراه شحال بغات في التركيز. المراه هنايا بغات انا المراه هنا بغات 30 وسنتيم الخياطه هي 31. جاتني هي هذيك. كنقول لكم دائما المراه الا كانت ماشي دائما كنهبطوا من الصدر من هنا كنهبطوا ب 20 ماشي دائما. كل مراه شحال كنهبطوا ليها. هاد المراه هادي غنهبط لها 22 حيت المراه طويله. دابا عندي هنا عندي الحزام. ناخذ دابا الحزام ديال المراه شحال عندها. عندها 36 وسنتيم الخياطه هي 37. ها هي عندي دابا هذه هنا سهله. الا بقى الانسان دائما مع الممارسه مع الممارسه مع الممارسه غتجي ساهله الفصاله ماشي وصعيبه ما والو. غنجيو من هنا لهنا غنهبطوا ب 20 ديال الورك البصان. كنحيد ديما سنتيم الخياطه اللي عندي من هنا وكنحط عندها 38 وسنتيم الخياطه هي 39. غادي نهبط دابا. انا غنوريكم دابا الجلايل شحال غندير فيهم.
دابا السيده ايفازي بغاتو قفطان ايفازي. غنجي من هنا لهنا غادي ناخذ 60 باش كتجيها من التحت ايفازي. دابا ما كنبقاش نحكم على هادي، انا غنجيب دابا، انا غنجيب لكم دابا من الباصه غادي نجيبها لكم. هنا كاينين جوج طرق، كاينه بغيتيها من الباصه بغيتي تجيبيها ليها من الحزام حتى هي صحيحه، غير ملي كضربيها ليها مع الحزام مثلا وكتلقي ان الباصان ديالها جا داخل مزيانه، الخيبه هي يجي الباصان ديالها هنا وتكوني انت ضربتي هذه من هنا هنا وكتكون نقصت ليها هذه في سنتيم في الباصان. دابا ملي عندك داخل مزيان غتضربي من لاطاي غتمشي نيشان ديك 60. غنطلعوا من هنا لهنا ب 8 سنتيم اولا 10، علاش؟ باش كنحيدوا دوك الجلايل ما كيجيو هابطين من الجناب. هانتوما تقريبا حتى النص ديال ديك 60 حتى لديك 30، ها هي من 30 كنبدا غادي نطلع لديك 10 سنتيم اللي كاينه هنايا. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. دابا كتبداي غادا بحال هكا وكتطلعي هنايا باش كيجي الجناب ما كيجيوش هابطين. شحال من وحده كتكون لابسه جلابه ولا هذه كيجيوها الجلايل هابطين. صافي تبعوا داكشي اللي طراسينا احنا دابا في لاطاي. ها الصدر اللي مبتدئات يحاولوا يحطوا شي حاجه تقل لهم على الثوب باش ما يهبطش ليك. صافي كنحيد الكتاف بحال هكا، كنقفل بحال هكا باش كندور الدوره ديال التركيز. سهله، شحال من وحده كتقول لي جاتني صعيبه الخياطه، جاتني ما كاينش صعيبه الا تبعتي هاد الطرق هاد الطريقه هادي ما نظنهاش غتجيك صعيبه. غنحيدوا هاد القدام وغنشدوا هاد اللي كنقول لكم دائما داخل في خارج، علاش؟ باش كتجيك ساهله وكتنقصي عليك الميتراج ديال الثوب، كتقتصدي الثوب. ها هي دابا قلبتها عندي، ديت هذيك البلاصه اللي محلوله من الهيل وجبت هاد البلاصه المسدوده من هنا، غنخليها محطوطه وغنشوف. هذا دابا خصو يتخشى ليا في هاد البلاصه، علاش؟ باش يقتصد ليا الثوب. هانتوما ها هي كنخرج ديك السنتيم لان الظهر ما غتكونش فيه الخياطه كتكون غير في القدام، كنخرجوا ديك الخياطه من هنا. ها هو دابا فين وصل ليا هنايا، وصل ليا لهنايا. غنشدوا بالفنسه كاع الا خفتي مثلا، عاملي راسك بالفناتي ها هما وتقلبي، ندير هكا ونشوف الثوب واش قدني بعدا عاد نكمل الفصاله. ها هو ها هو كافي كافي طول ديال الكمام، ها هما كافيين. اذا نكمل فصالتي ولا ما قدنيش غنبقى نقلب على بزاف الطرق باش نخرج. وحنا مع الممارسه كل مره كنوريو درس غادي تشوفوا كل مره كيفاش الثوب كيتحط. ها هي صافي غنقطع، حيت الظهر والقدام تقريبا بحال بحال، كاين الفرق بيناتهم غير في الدوره ديال العنق. ها هي حيدي هاد الجنيبات هكا، كتمشي مع داك الايفازي هانتوما. طابله عندي صغيره كتجري بحال هكا وكتقادي، حتى حاجه ما غتجيك صعيبه الا مشيتي قلت لك بهاد الخطوات. ما كاينش شي حاجه صعيبه في الخياطه، الخياطه هي لا براتيك، ديما تبراتيكي الا بغيتي تجيك ساهله. خص دائما 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 الممارسه. هانتوما صافي كتحيدي هاد الجناب. انا دابا فصلت البياسه ديالي، ها هي غادي يبقى عندي الفرق بين القدام والظهر هو 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 القدام، هو الدوره ديال العنق. انا تنقول لكم بالنسبه للبلدي ماشي الرومي، من بعد غنطرق معكم الدروس ديال الرومي. كنجي لهنا السيده عبرت ليها 18 من دوره العنق ديالها حتى لو ميليو ديال 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 القفطان اولا ديال الجلابه، لقيت عندها 18 سنتيم. 18 سنتيم كندور سنتيم بحال هكا باش كتعطيني 18 سنتيم. ها هي 18 سنتيم
كاين اللي باغيه 20، كاينه اللي باغا اقل، كاينه كاينه السيده اللي ما كتبغيش هاد الدوره كبيره. قد ما قد ما بغات لك ما ديريهاش ليا طويله، قد ما انت طلعي كاين ديري 16 ولا ديري 15، هذه بغاتها شويه واسعه. نحيد هذا، غنجي للكمام. المشكل في الصاله هو ان الثوب خصو يقدك، ماشي في الدروس. الدروس راه دغيا غتحفظيهم دغيا مع كثره هذه مع 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 القفطان، القفطان والقمي، القفطان والجلابه راهم كيتفصلوا بطريقه واحده، راهم حلولين بجوج هما القدام. ولكن المشكل اللي عندنا مع الخياطات والمبتدئات اللي كيعاودوا ليا وكيكتبوا ليا في الكومونتير هما انها ما كيقدهاش الثوب، خاصها بشويه حتى يقدها الثوب. دابا حنا شوف الشعيرات ما هابطينش هنا، هابطين هنا، حتى هنا غندير التركيز هنا باش يجيو الشعيرات هابطين هنا، بحال القدام هابط هكا، بحال الشعيرات ديال الكمام خصهم يهبطوا هكا باش ما يجيش هاد المبره هادي الا طلعتيهم فوق يجي قدام لون وهنا كيولي في لون. هي كتعطي الالوان، هانتي غتشدي بحال هكا طوي على جوج. نشوف بعدا اولا واش عندي الطول ديال السيده، واش عندي هنا، هي اللي شاطت ليا، انا شاطت ليا 70 كافيه. اذا غادي نقاد هنا باش يجيني مقاد باش نوريكم انتوما. كنشوف هنا داكشي اللي عندي في التركيز، ها هو هو اللي عندي. كنخلي هنا واحد السنتيم ديال الخياطه وكنمشد هنا وكنعبر الطول ديال المراه عندها 58، ها هي فين جاتني 58. نزيد واحد جوج سنتيم فين غنطوي تحت السفيفه، حيت انا غنخدمو بالسفيفه ماشي غندير ليه لوغلي ولا شي حاجه باش نزيد هنا كي كنقول لكم 3 سنتيم اولا. غنزيد غير جوج سنتيم حيت غنطوي ونحط السفيفه بالماكينه. غنجي لهنا كنشوف فمكم ديال السيده، السيده بغات 20، ها 20 وها سنتيم الخياطه هي 21. ها هي هنا قلت لكم التركيز بلا ما نبقى نعاود لكم الدرس نقسمو على جوج وهذا تا هو نقسمو على جوج وهذا تا هو نقسمو على جوج، حيت هذا الثوب ديال السيده وما خصنيش نبقى نطراسي لكم فيه. هنا كنجي نوريكم طريقه اخرى، انا قلبت لكم سنتيم باش تشوفوا مزيان. السيده عندها 30 في التركيز، انا غادي ناخذ هكا 30 نحطها هنا زائد سنتيم الخياطه غنحطها هنا في الفم ديالكم ونبدا غدا حتى نلقاها. انا في لقيتها شي 30، انا من هنا لهنا قلت لكم كتهبطوا ب 16 سنتيم ولا 15 سنتيم، ها هي فين جاتنا. ها هي بلا ما نبقى كل مره اللي ما عرفش غير رجع للدرس ديالكم. جاتني هنا يبقى ليا من هنا لهنا نلاقيه مع هذه كيف درت لكم في الدرس ديال الكم. غنجيبوا النص ديال هذه المسافه هذه بحال هكا بلا كاع ما نبقى نقسم فيها ونكالكولي ولا غير نقسم السنتيم على جوج نحطها هنا. هنا غادي ندخل بواحد السنتيم باش تجي هنا شويه مقوره، نجيبها هكا وهذا ندي هنا. ساهل ما فيه لا صعوبات لا والو. لوغلي اللي زدنا ها هو، ندخل من هنايا. دائما نوصيكم دائما بحال دابا هنا درت هاد لوغلي، غنرشمو بحال هكا تقطيعه باش ملي نبغي نخيط نعرف راسي شحال غادي نطوي، ولا عطيتها للخياط اولا شي اي واحد كيشوف هاد الرشمه كيعرف هذا هو القياس ديال الطول. كنجي عاوتاني النص ديالكم بحال هكا، النص ديالو حتى هو كنقطع فيه واحد شويه، علاش؟ باش ملي نجي نبغي نخيط كلشي كيجيك ساهل. كتجي النص ديال هذا كتحطو في الكتاف وكتخيط، كتخيطي عادي من هنا كيجيك داكشي مقاد هو هذا. دابا نجيبي لكم بحال هكا، كتقيسي داك التركيز اللي انتي صوبتي كتحطيه هنا باش كتريكلي داكشي انه جاك هو هذاك. هانتوما هانتوما شتي ها هو قدو. بقات عندنا واحد الملاحظه قلت لنسى وما نصوبهاش لكم انا باش ما كيجينيش، ماشي كلشي كنديرها ليه، كنديرها ليه غير البنات اللي شباب اللي باغين هاد البلاصه ما تكونش عندهم فيها التخنشيش.
اما كاين المراه اللي كبيره كتقول لي خلي لي هذا الشيء غير سامبل ما يكونش داخل هنا. البنات اللي شويه كيبغيو هنا ضيق راه قلت لكم كتجيو لهاد النص كتدخلوا اكثر، داك اللي دخلنا سنتيم كتوليو زايدين كثر دخلي سنتيم اخر في هاد المنطقه هذه. علاش؟ باش ما كتجيهاش هاد لاكارور، هاد لاكارور ما كيجيهاش مخنشش. ها نتوما معايا دابا هالبياسة وغنوريكم مازال هادشي كله اللي فصلت معاكم، الدروس اللي كندير لكم كلشي غنوريه لكم ان شاء الله في شي في شي في شي درس غنوريه لكم كله مغيط. ها نتوما دابا اللون جا هو هذاك. الا شديتي ودرتي الشعيرات غاديين هنا والشعيرات الاخرين طالعين فوق كيكون واحد الفرق، كيتغير اللون ديال المبره كيولي ماشي هو هذاك، كيولي هذا فاتح هذا مغلوق. ها نتوما لذلك دائما نوصيكم بالمبره تمشي هكا، الشعيرات كلهم يهبطوا لتحت ما يطلعوش لفوق. صافي، نتمنى نكون فدتكم وشكرا.